حميد الرداد. تحدث لنا على القصه ديالك من الشباب الى حدود الان. 1973. تحدث لنا على حياتك، كيفاش دوزتيها في الشباب؟ وصف انا وصف مدينه انا وصف انا ود مدينة حقيب مدينة وجه مدينة أنا حقيب مدينة أنا ود مدينة أنا مدينة أنا. تحدثنا على المرض ديالك. أه؟ المرض ديالك. المرض ديالي ك ك ك ك كنسوق طاكسي حتى الوليلي الوليلي كنجي بحال هكا كنجي بحال هكا الوليلي يعني كطيح بكريز. كنطيح بكريز كنطيح بكريز أصاحبي. تعرف كما عرفت شكون هو هذاك مكانش دام لي سبات الراس دام لي سبات الراس شنو سميتو شنو قلت القوالة سبيطار الراس اه وهابي 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 شكون هاد السيد هذا ولدي عامية وزوين ومخير زوين ومخير وزوين ومخير فوقاش درتي هاد العملية؟ ست سنين بدل العملية هادي. واخا شنو نوع المرض اللي عندك بالضبط؟ المرض هادي هو حبوبة، كنت عندي الداخل، خرج علي الداخل، خرجوا منها الداخل بشوية، بشوية، خلاها عندي بشوية، بشوية عندي، عندي بشوية، كنهضر بشوية، شو دابا هادي بشوية على الله. يعني شحال من عام وانت مريض دابا؟ سنين يدير شو بك يدير مالي يدك تاهي يدي كتهوش بها ما كتعصب هادشي وهادشي يعني ملي كيجي كريز كيرقدو عليك يدك ورجليك يدي ورجلي شحال من عام وانت خدام في الطاكسي خدام 24 عام 24 عام خدام في الطاكسي 24 عام خدام في الطاكسي يعني فنيتي عمرك كامل في الطاكسي فنيتي عمرك كامل في الطاكسي صغير الطاكسي انا الطاكسي انا صغير الطاكسي انا كنت الطاكسي زوين مخير انا ودابا شحال من عام باش حبستي سنين الطاكسي حاليا دابا عندك شي مداخيل باش كتعيش عندك شي مدخول باش كتعيش دابا ما عنديش ما عنديش عندك شي وليدات؟ عندي ثلاث وليدات شحال عندك؟ ثلاثة خدامين كيعاونوك؟ خدام الأول يعني شنو المعاناة اللي كتعيش دابا؟ المعاناة ديالي ما خدمش أنا أنا بوحدي ما خدم أنا بوحدي خليني نخدم انا بوحدي خليني نخدم انا بوحدي خليني نخدم انا بوحدي خليني واجب ديالي خليني نخدم عليهم والدي هادو خليني نخدم عليهم والدي هادوك داروا هاكا بحال هاكا ما داري بحال هاكا بحال هاكا فهمتي القضية هاكا بحال هاكا كنعرفوا دابا رمضان وكاينين مصاريف وبزاف ديال الحوايج يعني كيفاش كتقدر انك توفر لهم الفطور الى اخره مشي عند عند ما ما كاين الجابة كاين عند ما مشي عند ما بخل عند ما جالسين عند ما الأم ديالها مسكينة قبلات عليكم بعدا لا ماتت أم ديالك ماتت با مات هو با مات با مات بجوجهم ماتوا زوج ماتو ودابا منين كتحاول تدبر على النار ديالك كامل من الدنيا هادي من حوايج هادشي هادشي قول لهم دبروا عليا دبروا عليا 100 دريال 10 درهم ها 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 داكشي يعني صحابك ديال الطاكسيات شحال هادي كيتعاونوا معاك كيجمعوا لك 5 درهم درهم اه 5 درهم شي لحظه كتعصب داكشي ديال كلشي داكشي
واخا تنعرفوك بانك دابا الهضره ديالك شويه مزيره، علاش؟ شنو السبب؟ من هادشي ماشي 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 عمر ديالي قال لي ما تهضرش وما تهضرش شويه كهضر دابا. يعني شحال كيشدك من كريز في السيمانه؟ السنين دابا كيزنكرز. شو بخلي من الخلي من هاد الخلية؟ يعني يدك مالها حتى هي؟ من هاك يزكرات رجليا رجليا وزكر رجليا ورديا رجليا تعوج رجليا وديا وديا كيتعوجو كاملين. حاليا دابا باش كطالب كمساعدة؟ حاليا طالب مساعدة شنو تبغي تقول لخوتك المغاربه والمحسنين؟ اصبر انت المغاربه دير مو عاونوا شي قول شي حاجه اسمح لي اسمح لي وقدوا دابا انا وقدوا انا وداك الشيء ماكله نطلبهم مساعده وساعدونا انا ساعدونا انا بس عندهم انا وش انا قلت صح ودابا عييتي كصحاح كنعانو معايا صون عليا الدار ديالي صون عليا الدار ديالي صون عليا حميد وبتهار هذيك بحال سويسي دي سويسي جيب سويسي بلا جوج بلا والو والله العظيم بلا جوج بلا والو والله العظيم. يعني دابا كطلب فقط كمساعده بغيتي الدواء؟ والله العظيم لا نوجا والو. شنو كطلب دابا من المحسنين؟ مساعده اطوالية مساعده. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.